الاستحقاق الرئاسي الأول بعد الاستقلال لم يمضي على خير، فبعد اتهامات بتزوير الانتخابات النيابية لعام 1947 عدل الدستور ليتم التجديد لبشار الخوري لولاية ثانية، ما وفر سابقة باتت بعد سنوات بمثابة العادة السيئة. لكن وكما مع كل تعديل لاحق للولاية الرئاسية، تراكمت في الولاية الممددة الأزمات السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية. جلاء الجيوش الأجنبية وتسلم الجيش اللبناني والمصالح المشتركة ثلاثية طبعت السنوات الأولى من حكم الرئيس بشار الخوري، ما أفسح في المجال أيضاً أمام مشاركة لبنان في مفاوضات تأسيس جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة. غير أن أيام اليسر تلتها فوراً سنوات عسر تسبب بها حلم تجديد الولاية الذي اتهم به الخوري، لتأتي الانتخابات النيابية لعام 1947 وتبدد الشك باليقين، تزوير أكيد لتوفير أكثرية عدلت الدستور لتجديد الولاية اعتباراً من أيار 1948. الولاية الممددة رافقها تراكم أزمات، فنكبة فلسطين حلت تزامناً مع بدء توافد اللاجئين الفلسطينيين، وعلى وقع تنامي الفساد الذي كان من أبرز المتهمين به شقيق الرئيس سليم الذي لقب بالسلطان، وقبيل قطيعة اقتصادية مع سوريا بسبب تنافر النظامين الاقتصاديين الحر والموجه، نفذت السلطات اللبنانية حكماً بإعدام أنطون سعادي مؤسس ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي عرف بالزعيم، من خلال قرار شارك في اتخاذه رئيس الحكومة رياض الصلح والقاضي يوسف شربل إثر محاكمة صورية بعد تسليمه إلى لبنان من جانب حاكم سوريا حسني الزعيم. مع بدايات عام 1952 تصاعدت حدة المعارضة الداخلية بعدما قوبل العهد المجدد للخوري ببرودة من حكام سوريا التي تتالت فيها الانقلابات، إضافة إلى مصر التي أطاحت فيها ثورة الضباط الأحرار بالملك فاروق. وفي أبرز ترجمة للحركة المعارضة أقيم في آب 1952 مهرجان شعبي كبير في دير القمر، كان من أبرز خطبائه كميل شمعون وكمال جملاط وريمو إدي. أما النتيجة السياسية فتقديم الرئيس الأول لجمهورية الاستقلال استقالته في 18 من أيلول، مكلفاً قائد الجيش فؤاد شهاب تأليف حكومة انتقالية ريثما يتم انتخاب رئيس جديد. شاءت الظروف أن يكون من عرف لاحقاً بالبطريرك السياسي كميل نمر شمعون. غير أن استقالة الخوري لم تحذفه بالمطلق من الحياة السياسية، فظل اسمه في التداول وصولاً إلى نهاية عهد شمعون حيث أعيد طرحه مرة جديدة، علماً أن الخوري أقر بعد سنوات من استقالته بالندم على قبول التجديد في لحظة ضعف، واصفاً إياه بأكبر ضربة نزلت بوقار الحكم الوطني والحياة النيابية في لبنان. من أبرز أحداث تلك المرحلة مشاركة الجيش اللبناني في معركة المالكية خلال الحرب العربية الإسرائيلية الأولى عام 48، ومن ثم توقيع اتفاقية الهدنة في السنة التالية. نقل رفات الأمير بشير الشهابي من تركيا إلى لبنان عام 47، ورافقها من هناك قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب. الرئيس بشار الخوري كان ثاني رئيس دولة عربية يضع مذكراته بعد الملك عبد الله بن الحسين. في الحلقة المقبلة من رأس الدولة، كيف انتخب كميل شمعون رئيساً للجمهورية؟ وما هي تفاصيل الظروف الداخلية والخارجية التي أفضت إلى وصول من عرف بالبطريرك السياسي إلى رأس الدولة؟